متابعي قناة طوب غير ماروك، مرحبا بكم. فيديو اليوم عن سيارة ظهرات حديثا واللي كتدخل أول مرة في تجربة فريدة من نوعها في عالم السيارات. فيديو اليوم غادي نهضروا فيه على شركة سوني بإصدار سيارتها الكهربائية 100%. قبل ما نبداو الفيديو ضغطوا على ديك اللايك. فاصل ونواصل. كشفت شركة سوني عن عزمها في دخول عالم السيارات من أبوابه الواسعة بطرح سيارة بمواصفات جميلة. السيارة اللي كتعتبر أول إصدار العملاق الياباني المتخصص في الإلكترونيات، سيارة اللي تطلق عليها اسم الفيزيون اس، المزودة بأجهزة الاستشعار وشاشات معلومات بانوراميك اللي كتبقى متعددة الوظائف. سيارة تم الكشف عنها يوم الاثنين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES اللي كان في لاس فيغاس. حسب نفس الشركة ديال سوني، فهذه السيارة كتدخل ضمن نطاق السيارات الكهربائية اللي كتبقى بقدرات رائعة كتواكب التقدم اللي وصلت ليه اليابان من حيث التكنولوجيات المستعملة. سوني فيزيون اس كتميز بشكل ومظهر رهيب، مزيان بان غران توا بانوراميك بالإضافة لخصائص متعددة صوتية منها ومرئية وتقنية استشعار متطورة جدا. المقصورة الداخلية ديال السيارة تنجهزها بمكبرات صوتية بتقنية 360 دوغري أو 360 درجة على حسب تصريحات ديال المدير التنفيذي. فالسيارة مزودة بتقنيات الاستشعار البيضاوي واللي كيمكن هاد السيارة هادي من استشعار الأشياء سواء من الداخل أو من الخارج ديال السيارة، يعني المحيط ديال السيارة على الطرقات. تنهضرو هنايا على الانتيليجونس ارتيفيسيال في أبهى حلتها أو الذكاء الاصطناعي إن صح القول باللغة العربية. هادشي ما كيبقاش جديد على شركة اللي كتبقى بحجم سوني واللي قدرات على مر السنين تطور روبوتات واللي كتعمل كذلك بأجهزة الاستشعار. التقنيات اللي تخدمات بهم هاد السيارة أو اللي خدمات بهم شركة سوني كيدخلوا في الخيال العلمي اللي كنا كنشوفوه فقط في الأفلام ديال السيونس فيكسيون واللي قدرات الشركة تحطو أو تطبقو في أرض الواقع. السيارة حضرت بشكل كيشبه شيئا ما لسيارة البورش كيف ما وصفوها كذلك المشاهدين. تزودات ب 33 مستشعر كيف ما قلنا داخلي وخارجي بالنسبة للسيارة، بكاميرات كذلك من الداخل ديال السيارة ومن الخارج ديالها. بالنسبة للنظام الصوتي اللي هضرنا عليه واللي معروف بالدقة ديالو عند شركة سوني في معظم الأجهزة الإلكترونية ديالها، فهذه الأخيرة اعتمدت على نظام رياليتي أوديو 360 دوغري اللي هضرنا عليه قبيلة، إضافة لمكبرات ديال الصوت مدمجة في المقاعد. كاين اختلاف هنايا او لا نوفوتي ديال هاد السيارة ان الانظمة الصوتية مزودة في المقاعد على عكس السيارات اللي هما متداولة او اللي معمول بها. كرأي شخصي فالشركات ولات اغلب الشركات حاليا المصنعة للسيارات ولات كتنافس على التكنولوجيات المستعملة في السيارات، وكيبقاو هاد الاخيرة شارجي بزاف من حيث التكنولوجيات المستعملة اللي سلاح ذو حدين الى بغينا نقوله. في نظركم واش هاد السياره تقدر تنافس شركه رائده في هذا المجال بحال المرسيدس او الاودي؟ الاجابه نتمنى واش خليوها لنا في لي كومونتير. هذه كتبقى اول تجربه لشركه سوني واللي باغا تفرض وجودها في عالم السيارات اللي الخبره فيه والتجربه ديال شركات المنافسه كتبقى الاهم على اعتقادنا. خليو لينا الاراء ديالكم وبارطاجيو معنا داكشي اللي كيبان لكم. كانت معكم قناة طوب غير ماروك فلاشانفو خفيف على سيارة سوني فيزيون اس. مراجعات جديدة كتسناكم على القناة. تبقاو على خير. تهلاو.